لو في حد من الرجاله الافاضل بيتابع الفيديو دوت، يعني يا ريت تخفوا شويه عن زوجاتكم في الوقت ده، لان هي اصلا بتكون مش مستحمله ومش بتكون طايقه نفسها في الحقيقه، فعلشان مصلحتكم وعشان مصلحتها خفوا عليها شويه عشان الموضوع يعدي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ببساطة مع دكتورة مي جنيدي. وفي الحلقة دي احنا هنتكلم عن الدورة الشهرية وألام الدورة الشهرية. أول شيء، لو حضرتك أول مرة تشوفيني ياريت تنورينا بالاشتراك في القناة، وكمان ما تنسيش ان انت تفعلي الزر بتاع الجرس علشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات الجميلة اللي احنا بنعملها دايما. في الأول خلينا نتعرف على الجهاز التناسلي بتاع البنوتة، يا ترى بيتكون من ايه؟ زي ما موضح في الصورة اللي موجودة على الشاشة دلوقتي، الجهاز التناسلي بتاع البنوتة بيتكون من المهبل، عنق الرحم، الرحم، قناتين فالوب والمبيضين. من وقت البلوغ كل مبيض من دولت بيطلع تقريبا حوالي 10 بويضات بالتبادل، شهر المبيض اليمين وشهر المبيض الشمال. يبتدي الجسم ياخد البويضات دي ويتعامل معاها ويكبرها، وفي النهاية بيختار منها بويضة واحدة بس علشان تكون الملكة. وطبعا علشان هي ملكة وعلشان هي جاهزة للإخصاب، فهيبتدي الجسم يبني لها بيت علشان تقعد فيه. البيت ده هو الرحم، وبيبتدي الجسم يبني جدار الرحم علشان يستقبل البويضة الملكة علشان تقعد فيه. طيب لو ما حصلش اخصاب، الجسم بيزعل، وزعل الجسم وحش قوي، بيقوم هادد البيت على اللي فيه، وتبتدي البطانة بتاعة الرحم تتهدم وتاخد البويضة الملكة وتنزل على هيئة نزيف خفيف كل شهر، ودي ما يسمى بالدورة الشهرية. طيب ايه بقى هي مواصفات الدورة الشهرية الطبيعية، واللي لو حصل فيها اي خلل المفروض ان احنا ننتبه والبنت تتوجه لطبيبة النساء علشان تشوف ايه المشكلة الطبية اللي عندها؟ اولا الكمية بتكون حوالي فنجان قهوة. ثانيا المدة بتاعتها تكون من 3 لـ7 ايام. كمان لازم تكون منتظمة. الايديال او الستاندرد المفروض ان هي تكون كل 28 يوم، ولكن لو جت كل 22 يوم، كل 23 يوم لغاية كل 34 يوم، فاحنا كده ما زلنا في الرينج الطبيعي، ولكن هو بشرط ان هي لو جت كل 22 يوم تبقى كل 22 يوم على طول، لو جت كل 30 يوم برضو تبقى كل 30 يوم على طول، لكن ما تجيش مثلا شهر 22 يوم، شهر اللي بعديه تيجي 28 يوم، شهر اللي بعديه تيجي 34 يوم، هنا ده اسمه عدم الانتظام، وده يستوجب زيارة لطبيبة النساء. يبقى لو كمية الدم اكتر او اقل من الكمية اللي قلنا عليها، ولو عدد الايام اكتر او اقل من العدد اللي احنا قلنا عليه، ولو في عدم انتظام في الايام بتاعت الدورة، هنا يستوجب ان البنوتة تزور طبيبة النساء. قبل الدورة باسبوع بيبتدي يحصل تغيرات طبيعية وفسيولوجية في جسمك، دي تغيرات طبيعية مفيش فيها اي حاجة تخوف تماما. تعالي اما اقولك ايه اللي بيحصل علشان ما تبقيش قلقانة لو لقيتي حاجة من الحاجات دي ابتدت تحصل معاكي. اول حاجة وده العرض الاشهر، ان هتلاقي نفسك ابتدى يحصل تغيرات مزاجية، متضايقة، متعصبة، مش طايقة حد من اللي حواليكي، داخلة في اكتئاب، بتعيطي من غير سبب، ابتدت شهيتك للاكل يحصل فيها مشاكل، ابتديتي تسرحي على السكريات والشوكولاتات وتاكليهم بنهم شديد، ابتديتي تحسي بصداع وتورم في بعض اجزاء الجسم زي المنطقة بتاعة الثدي، وبيبقى الموضوع مؤلم. كمان بيبتدي نلاقي ظهور حبوب في الوجه زي حبوب الشباب. الحباية الغلسة اللي بتطلع دايما قبل المناسبات دي، هي دي بتبقى الحباية اللي بتطلع قبل البيريود باسبوع. اليوم بتاع نزول الدورة بيبتدي يحصل ألم في أسفل البطن والمنطقة بتاعة أسفل الظهر، وكمان الرجلين لحد منطقة الركب. كمان بيكون في حالة من الأرق وحالة من القلق، وكمان بيكون الجهاز الهضمي فيه شوية اضطرابات زي الإسهال أو الإمساك. طيب أنا هتعامل مع الحاجات دي إزاي؟ اول حاجة لازم يكون اللايف ستايل بتاعي ان انا بمشي على الاقل 2 أو 3 مرات في الاسبوع لمدة ساعة او ساعتين، يعني يكون ماشي بانتظام على مدار الشهر كله. ان المشي اللي بانتظام ده بيساعد على التخفيف من الام الدورة الشهرية. كمان برضو كلايف ستايل انا المفروض ما خليش نفسي تروح كده للاكل السكريات والاملاح.
لازم يكون الاكل صحي ومتوازن. ومهم قوي ان انا ما اكلش املاح كتير، لان الاملاح دي بتزود اختزان الميه في الجسم، وده بيزود حاله التورم اللي انا كنت قلت لحضراتكم عليها في بدايه الفيديو. لازم تشربي مية كتير، وخصوصا في الوقت بتاع نزول الدورة. وكمان تحاولي ان انت تمتنعي عن الكافيين اللي موجود في القهوة والشاي والمياه الغازية. كمان المفروض ان انت تحاولي تتجنبي الضغوط النفسية والتوتر على قدر المستطاع. انا بقول نحاول لان دي حاجة مش مضمونة. لو في حد من الرجالة الافضل بيتابع الفيديو دوت، يعني يا ريت تخفوا شوية عن زوجاتكم في الوقت ده، لان هي اصلا بتكون مش مستحملة ومش بتكون طايقة نفسها في الحقيقة، فعلشان مصلحتكم وعشان مصلحتها خفوا عليها شوية عشان الموضوع يعدي على خير. كمان المفروض نمشي على فيتامينات بانتظام زي الكالسيوم وزي فيتامين بي 6 وبي 12. في بقى بعض الاخطاء الاعتقاديه اللي يعني كانت موجوده في الماضي والناس بتتوارثها كده اجيال عن اجيال، ان البنت او السيده في وقت الدوره الشهريه المفروض ما تاخدش شاور، المفروض ما تستحماش. طبعا ده خطا شنيع، ده غلط تماما، دي نظافه شخصيه، والوقت ده الست او البنت بتبقى محتاجه للنظافه الشخصيه دي اكتر من اي وقت تاني. كمان في ناس عندها معتقد ان لو البنت او الست اخدت في وقت الدورة الشهرية مسكنات ده هيخليها ما تحملش. طبعا الكلام ده عاري تماما من الحقيقة، ده ملوش اي علاقة بالحقيقة. فيش اي مشكلة خالص من ان البنت او الست تاخد مسكنات، ولكن هقول لكم دلوقتي الموضوع ده يتاخد ازاي. المسكنات اللي ممكن تتاخد في الوقت ده وتساعد على تخفيف الالام اللي بتكون موجودة في الوقت بتاع الدورة الشهرية، ممكن يتاخد باراسيتامول اللي هو يعني ممكن نلاقيه في السوق باسم بانادول، او ممكن يتاخد بروفين او كيتوفان او فولتارين على حسب الشدة بتاعه الالم. ناخد الاقراص دي كل 8 ساعات، لكن طبعا مع مراعاة الحالة الصحية بتاعت الجسم. يعني لو البنت او السيدة اللي عندها الدورة الشهرية عندها مشاكل في الكبد او في الكلى او عندها مشاكل في المعدة زي قرحة المعدة مثلا، فطبعا لا يفضل تماما او ما ينفعش تماما ان هي تاخد المسكنات الا تحت اشراف طبي. كمان لو التقلصات كانت شديدة ممكن يتاخد باسكوبان او فيسرالجين اقراص، يتاخد قرصين كده عند اللزوم. لو الموضوع كان شديد فممكن تتاخد كحقن. كمان ممكن نستعمل قربة مية سخنة ونحطها على المكان اللي فيه الالم. كمان مهم جدا تغيير الحفاضة كل 4 ساعات على الأكثر، ومع مراعاة ان لو الحفاضة اتملت في وقت قبل ال4 ساعات برضو يتم تغييرها. ومهم ان احنا نغيرها اول ما نصحى من النوم وقبل ما ننام وقبل الخروج. كمان لازم في اختيار الحفاضة خصوصا لأصحاب البشرة الحساسة يراعوا ان هم يختاروا حفاضات نوعيتها نظيفة ويكون الماتيريال بتاعتها تكون قطن عشان ما تعملش التهابات وما تعملش حساسية وتدخلنا في قصة تانية. لكن لو كان الألم شديد جدا وبيمنعك من ممارسة حياتك الطبيعية، هنا لازم استشارة الطبيبة علشان نطمن عليكي مش أكتر. كده أنا خلصت الحلقة بتاعة النهاردة، أتمنى إن هي تكون كانت مفيدة. لو لقيتوها مفيدة ما تنسوش تعملوا شير ليها في كل الأماكن اللي تقدروا تعملوا شير علشان غيركم يستفيد. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.